مع السلامة، مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل. معاكم الشيف هنداتي من مدينة بنزرت. الوصفة متاع اليوم عجة بالهروس. هذوما المكونات اللي حضرتهم اللي باش نحضر بهم العجة. حضرت جرينات فلفل، شوية بصل، 4 كعبات عظم، طماطم معجونة، زيت زيتونة، وهذا يا لفاح اللي باش نفوح بيه العجة. حضرت شوية هريسة، الهريسة هذيا ديالي. الوصفة متاع طريقة تحضير الهريسة موجودة في قناتي سوغ يوتيوب، تم نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. حضرت شوية كروية، تابل، ملح، كركم، فلفل أكحل، وراس الثوم باش نقشرو ونهرسو. والعجة اللي باش نحضرها راهو ما يفوحها كان الثوم والكروية والتابل والهريسة، الأربعة حاجات هذوما ما يلزمهمش ينقصوا في الوصفة هذيا. توا باش نقشر الراس ثوم ونهرسو، نقص الفلفل والبصل، وبعد نرجع لكم ونحضروا العجة مع بعضنا. الفلفل قصيتو، الفلفل نقصوه رندالات كما توا هكا قصيتو. كل بصل نقصوه جويد. الراس ثوم قشرته، وتوا الثوم باش نهرسو، نحطو في المهريز، نحط شوية ملح، باش نحط شوية تابل، الثوم نهرسوه مع التابل، وباش نحط شوية كروية. البنة متاع العجة هذي كان فك الثوم المهرس اللي بالتابل والكروية، وتوا نهرسو. الثوم هرسته مع التابل والكروية، وتوا باش نطيب العجة. نصب 4 مغارف زيت في المقلة، نشعل الغاز، وكي يسخن شوية الزيت باش نرمي الفلفل، ما نسخنوهش برشا، شوية برك الزيت. الزيت بدا يسخن، توا باش نحط الفلفل. دوب ما يسخن شوية مش برشا وإحنا نرميو الفلفل، وتوا أكل الفلفل باش نذبلو في وسط الزيت. الفلفل ذبلته 5 دقايق في وسط الزيت. توا باش نحط البصل، هذا ياك البصل اللي قصيتو جوي. نخلط أكل البصل، نخلطوه في وسط الفلفل والزيت. البصل عنده 3 دقايق ملي حطيته في وسط الزيت مع الفلفل. توا باش نحط الثوم اللي هرسته مع التابل والملح والكروية. باش نحط الهريسة، البنة متاعها العجة هذيا راهو كان بالهريسة. باش نحط مغرفة طماطم معجونة، نصب شوية ماء باش نحل الطماطم والهريسة في وسط كل التفاح اللي حطيته. نخلط، وبعد ما خلطتها الصلصة باش نخليها تتقلى 10 دقايق على نار واطية. الصلصة تتقلى عندها 7 دقايق. توا باش نصب لها نكتة ماء، باش نحط شوية كركم. نخلط، وباش نخليها تزيد تتقلى 3 دقايق اخرين. الصلصة تقليت عندها 10 دقايق تتقلى، اما فما ريحة، ريحة كل التفاح اللي حطيته في وسطها كل كروية والثوم عطاو ريحة بنينة. باش نصب شوية ماء، نصبو شوية مش برشا، الصلصة متاع العجة راهي ما تجيش جارية ماء وما تجيش عاقدة برشا زيدة، كيما توا هكايا باهية. نغطيها المقلة، وقت اللي تغلي باش نفقس كل كعبات متاع العظم. الصلصة غليت هكايا، تجي الجراوة متاعها كيما توا هكا تشوفو، ماهيش جارية ماء
وماهيش زاده عاقده. توا باش نفقسك الكعبات نتاع العظام نذوقوا الملح نتاعها. انا الملح اللي حطيته كافي. نصب مغرفتين زيت، باش نحط شوية فلفل أكحل، نغطيها المقلة ونخليهم كل عظم يطيبوا 3 دقايق. العجة طابت وهاني توا باش نطفي عليها وباش نعبيها. وهذه العجه اللي طيبتها، راني ذقتها، راهي جات بنينه بنينه برشا بكلفاح اللي حطيته في وسطها. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. وبالسلامه وشهيه طيبه.